أحد الأمور التي تشغل الكثير من البشر حالياً هو كيف يعيشون فترة طويلة بصحة جيدة. هذا الأمر دفع الكثير من العلماء لإجراء الكثير من البحوث حول أسباب موت الخلايا، وأيضاً الأمور المتعلقة بالأمراض العصبية مثل خرف الشيخوخة وإصابات النخاع الشوكي. التطور التكنولوجي بدأ ولن يتوقف. التكنولوجيا يمكن استخدامها من أجل الخير أو الشر. المجتمع يطور طريقته دائما في التعامل مع التكنولوجيا. المجتمع الآن مختلف عما كان عليه قبل 200 عام مضت. النساء كن يتزوجن مع البلوغ من أجل الإنجاب. النساء الآن يدرسن في الجامعة حتى نهاية العشرينات، ثم تبدأ في العمل، وعندما تكون مستعدة للزواج وبدء أسرة يكون ذلك في نهاية الثلاثينات من عمرها. وفي الماضي كانت امرأة في هذا العمر ترى أحفادها. أنا عمري 60 عاما، في الماضي كان ذلك يعد من سنوات الشيخوخة، أما الآن فإنه لم يعد سنا كبيرا. أنا أقوم بجري سباقات ماراثون، ودرست في حياتي كثيرا وأنجزت الكثير من الأشياء. مهمتنا ليست إطالة الأعمار، لكن أن نجعل الناس يعيشون حياة بصحة جيدة. بلوغ سن الشيخوخة لا يكون بالمثل عند كل الكائنات الحية. ندرس في معاملنا الآن عملية موت الخلايا، فموت بعض الخلايا مثل خلايا المبايض يؤدي إلى انقطاع الطمث. نحاول أن نفهم أسباب موت الخلايا، وبالتالي تطوير علاجات لمنع حدوث هذا الموت، وبالتالي تأخير انقطاع الطمث أو منع حدوثه. نحن نحاول منع حدوث أمراض الشيخوخة وأن يظل الناس في حالة صحية جيدة دون المعاناة من الشيخوخة طوال حياتهم. ربما على عكس الإنسان، فإن الأشجار والأسماك كلما تقدم بها العمر كلما أصبحت أكثر صحة. بعض أسماك القرش والحيتان تعيش أكثر من 200 عام، وكلما تقدم بها العمر كلما ازدادت ضراوة. أما متوسط أعمار الأشجار فتراوح بين 40 عاما و5000 عام، وكلما تقدم العمر بالشجرة كلما أصبحت كالحائط الكبير وكثرت أغصانها وأوراقها. الأطباء يحاولون محاكاة بعض الخلايا لدى الأسماك وربما لدى الأشجار والنباتات ليعيش الإنسان فترة أطول بصحة جيدة. The disease that my research is relevant to is a disease called multiple sclerosis. المرض الذي يتعلق بأبحاثي هو مرض التصلب المتعدد، وهو يحدث بسبب قيام نظام المناعة في الجسم باستهداف جزء في المخ يطلق عليه اسم المايلين، وهو مسؤول عن النبضات في جسم الإنسان. المرض يحدث بسبب ظن النظام المناعي على سبيل الخطأ أن خلايا المايلين ضارة ويجب التخلص منها. علاج هذا الأمر يتم بطريقتين: الطريقة الأولى بوقف النظام المناعي من إحداث هذا التلف، والجزء الثاني بتطوير أدوية لعلاج التلف الذي حدث بالفعل. وقد تم بالفعل تطوير علاجات لوقف حدوث التلف، وهذا يعد أحد الثورات في مجال الأمراض العصبية. التحدي الحالي هو معرفة كيفية علاج التلف، والأبحاث التي أقوم بها تتركز على ذلك. توصلنا إلى أن خلايا المخ تحوي الكثير من خلايا المنشأ التي يمكن أن تنتج خلايا يمكنها تعويض التلف الناجم عن التصلب المتعدد. هذه القدرة تتضاءل مع تقدم العمر. عملنا يتركز على فهم كيف تنتج خلايا المنشأ تلك الخلايا التعويضية، ولماذا تقل هذه القدرة مع تقدم العمر، وما يمكننا القيام به لضمان أن تظل خلايا المنشأ قادرة على إنشاء الخلايا التعويضية لما يحدث في مرض التصلب المتعدد. التصلب المتعدد ليس مرضاً عصبياً، لكن الأمراض العصبية المشهورة مثل خرف الشيخوخة والشلل الرعاشي تكمن المشكلة فيها أن خلايا المنشأ لا تنتج خلايا عصبية لتعويض تلف تلك الخلايا، والتركيز هنا يكون على وقف تلف الخلايا من البداية. فهناك اختلاف واضح بين علاج الأمراض الناجمة عن تلف الخلايا العصبية والأخرى الناجمة عن تلف خلايا أخرى. العقل البشري لديه قدرة فائقة على إدراك المشكلات التي يعاني منها جسم الإنسان، ومن أبرز المشكلات أيضا هي التعامل مع موت الخلايا أو الشيخوخة التي تتعرض لها الخلايا. الأمر لا يتعلق بإبطال عمر الخلايا، وليس بأن يعيش الناس حياة أفضل.